السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد وشاليه مميز جدا، مساحة 160 متر، بجراج خاص، موقع مميز جدا بجوار البحر والشارع الرئيسي والخدمات العامة داخل القرية. عندي هنا دي دخلة الجراج، الشاليه متقفل حديد بالكامل، وعندي هنا دي الفرندة، وتراك كامل عندي هنا بطول الشاليه. عندي هنا دي غرفة مخزن، حمام ضيوف، ممتاز وجميل جدا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. عندي هنا موجود في الريسبشن متشطب كويس جدا، تشطيب فول ممتاز، تشطيب جبسون بورد والوان هادية وديكورات ممتازة جدا سي ان سي. وعندي هنا عدد الكهرباء الخاص بالشاليه، تراس رائع وممتاز جدا. قصادنا هنا عندي ده مطبخ مقفول، بيطل على التراك الكامل اللي هو فول الشاليه. وعندي هنا دي طرق التوزيع بتدخلني على غرف النوم والحمام. على يميننا هنا موجود أول غرفة نوم، الشباك بتاعها عليه حديد ومتشطبة كويس جدا، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد بألوان هادية وديكورات مميزة جدا. الغرفة دي ماستر ليها حمام خاص بيها، ممتاز وجميل جدا ما شاء الله. على يميننا هنا موجود حمام، ده الحمام التاني،
وبعد منه مباشرة موجود عندي هنا الغرفة التانية، ممتاز وجميل جدا ما شاء الله. الشبابيك برضو بتاعته عليه حديد، والغرفة دي عندي هنا مزودة بدولاب حائط. ومتشطبة كويس جدا، تشطيب فوق الممتاز، تشطيب جبسون بورد والوان هادية وديكورات جميلة جدا. رؤية الريسبشن عندي هنا من زاوية تانية، ممتاز وجميل جدا ما شاء الله. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهارده من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شاليه أرضي مميز جدا بجراج خاص مسجل في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكامل الإعدادات كهرباء ومياه وزحمة، في بنستلم آخر فواتير كهرباء ومياه بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 160 متر، عبارة عن غرفة النوم كبار منهم غرفة ماستر وغرفة مخزن إضافية وريسبشن كبير ومطبخ مقفول وثلاثة حمام وفراندا كبيرة وجراج خاص بالشاليه. السعر 450 ألف جنيه كاش، السعر بالدولار 24 ألف دولار. نطلع هنا من المخرج الثاني، هو من داخل المكان. كان مع حضرتكم أحمد بهجت صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجيم بتاعكم، تشتركوا معانا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.